وسهلا فيك اهلا فيك. باستوديو فوق 18. انت وعائلتك كنتوا موجودين على صح قارب الموت، لانطلق من طرابلس. لهلا بعد في 33 شخص، مفقود صح، بالمي، منهم اخواتك البنات. بنتين سلام وغانية. وين جثثهم؟ بالمي، سيتهم بالمي. نعم، ما عرفنا شيء عنه بالمره. جيبوا الغواص على اساس يطلعوهم ورجعوا اشتغلوا، نزلوا صوروا بس تصوير، نعم، ما عملوا شيء غيرك، بس شيء اريونا صور، يعني لو فتقوا لنا جروحات بس ما شفنا شيء غير صور، وما نظبطين الصور، ما عارضين كل الصور، صورين كل اليخت من عدا ميلة اليمين، نعم، محل الخبطة ما مصورينها، آخر ضربة اللي ضربنا إياها بس، يعني لهلا صرنا ناطرين على أساس يطلعوهم، وهربوا، رحت الغواصة ما عاد بينت. مصطفى، أنتو كم شخص كنتوا على المركب؟ ما بعرف العدد بس تقريبا 80. خبرني شو صار وقتها طلعتوا؟ طلعنا من طرابلس نحن، نعم. الألمون البرج، نعم، لوين كنتوا رايحين؟ وين كانت وجهتكم؟ ايطاليا، من ايطاليا على المانيا نطلع، نعم، على اساس الرحله تقريبا شيء 8 ايام. دفعتوا مصاري اكيد؟ لا ما دفعتوا؟ لا مين اللي تولى ياخذكم؟ لان كان خيي عم يشتغل مع جماعه، نعم، على اساس انه هون، وبعدين صار حكي انه بدهم يطلعوا، قالوا فيني طلع اهلي، قالوا طلعوا، هو وطالع معه عائلته، يعني كانوا طالعين عيل. ليه قررتوا تطلعوا ما بقارب في شيء الموت؟ هون بالمره، يعني البلد، يعني لا حكمه لا اي شيء، ما في شيء بالمره. ما فكرت انه الموت يمكن يكون التشرد لا ما فكرنا، خلص بدنا نطلع نرتاح، يعني ما في شيء هون ظابط معنا بالمره. لهالدرجه كان في ايه يأس؟ كثير، ايه يعني كنا قاعدين كليتنا بلا شغل. ما كنت حاطط احتمال الموت؟ لا انا خلص بدنا نطلع او نرتاح. تخسر حدا من عائلتك؟ ما كنا، لا ما كنا ضاربين على الحساب كليته. خبرني مصطفى، كيف كنتوا عايشين قبل لو وصلتوا لقرار انكم تفلوا وتتركوا البلد؟ كنا عم نشتغل، وقفنا شغل، يعني انا وقفت شغل، اجت اختي وقفت شغل، خيي وقف شغل، كان في البنت الصغيره غانيا مع الماما بالبيت. قد ايه عمرها؟ غانيا عمرها 26 سنه، واجت فجاه على اساس بدنا نطلع، وصارت وطلعنا فجاه. اجت بس هي ما بتجي لاي حدا، بتجي لحدا يأسين، بتجي لحدا بده. نحن على اساس ما لنا طالعين، يعني وقت اجى خيي وقال انه لازم نطلع، خيي الصغير الاصغر واحد كان عم يشتغل معهم، قال لنا تطلعوا، حكي مع الماما، قال لهم 3 ايام على اساس يقولوا لي كمان اطلع. ما كنت عم اقبل انا. ليه ما كنت عم تقبل؟ بين الايه ولا ما بدي اطلع، اساس انه بدي ضل هون انا. جت حكتني انه لا بنطلع وبنعيش كرمال اخواتك، كرمالكم بتامنوا، بتشتروا بيوت، بتشتغلوا، بتتجوزوا. احلام كثير ناس طلعت بقوارب الموت راحت، صح، ما قدرت توصل، صح. كان مصيرهم هو الغرق، الموت. كثير قليل اللي وصلوا على وجهتهم، الموت اهون من الفقر والجوع. خبروني انه اليوم اذا رجع حدا قال لك اطلع، بدي ارجع اطلع. كيف هالحكي؟ بدي ارجع اطلع. شو هالتناقض؟ عم بتقول لا، ولو عارفين ما كنا عملنا هيدي الخطوه، خسرت صبيتين من صح. اخواتك، كان ممكن العيله كلها تروح، وهلا برجع بسالك بتقول لي ايه بدي بدنا نرجع نطلع. ايه نحن كيف هالحكي؟ بدنا نرجع نطلع، ما بدنا نضل هون، بدنا نرجع نطلع. على الرغم من كل اوجاعك، على الرغم من انك خسرت كثير، صعب كثير، صح، صعب كثير. اليوم عم بتقول لي بطلع، وصف لي اللحظات اللي عشتها هي وعم تغرق السفينه. لمحه بصر غرقت، لمحه بصر، يعني انا وقت هيتوا فينا 3 مرات، اخر ضربه على اليمين برمت، صرخت، صرت العالم تقشت كلياتها، برمت لقيت اهلي عميله الشمال، انا واقف هيك حد الشوفير، برمت لقيته مريت عبى المي، نزل هيك من ورا منتيزو وانفرد نزله، يعني كل العالم اللي كانوا فوق وورا كله نط على المي، شي نزل وشي، واكثريتهم اللي كانوا تحت كليتهم نزلوا. حتى انا غرقت. انت غرقت؟ انا غرقت، يعني دليت، غرقت منيح، دليت وقتها. انت كنت عارف تسبح؟ انا بسبح برضه، كنت جوا، يعني خيي كسر الازاز وطلع. اخواتك هون وين كانوا؟ يعني عم لك انا كنت عندي، كنت عم تشوفهم عم يغرقوا؟ شفتهم وراي وقت نزل اليخت من ورا غرق، عبت المي من ورا. نعم، يعني اول ضربه ضربنا اياها من ورا يمكن عبى مي ونحن ماشيين منا حاسين. جربت تساعدهم لاخواتك؟ ما قدرت، ما في عالم كان كثير جوا، نسوان، نسوان وبنات. هيدي اللحظات ناس عم تغرق، انت مهدد حياتك تروح، اخواتك عم تفقدهم، شو كنت عم تحس؟ شو كنت عم تقول بينك وبين حالك؟ انا وقت غرقنا قلت ما حوصل، انا وقت صرت تحت وكسر خيي الازاز وطلع، جدي اطلع ما قدرت، طلع حدا قدامي، بعد ما طلع هديت وطلعت لفوق، عم طلع شفت ضو فوق بس، انا ضو الجيش كان ضويين، صرت ابلع مي انا وطالع، يعني ما بقى فيني اتنفس اعمل هيك، ما بقى فيني، صرت اطلع ابلع مي انا وطالع لفوق، لو وصلت عيطت ماما لقيت حدي،
هديتها كانت عم تدوخ. قالت لي غانيا سلام؟ قلت لها ما بعرف ما شفتن. ابراهيم انعيط ما لقينا حدا يعني. ابراهيم بعد ساعة ونص لقيناه تقريبا، كان طلع على الزورق الصغير، ودليت مهدى الماما حتى بعد ساعتين لحتى طلعونا الجيش. بعدين عم نتسبح وتعذبنا كثير يعني. عذاب، موت، صح، غرق، عم تفقد عائلتك، ما بتعرف اذا كنت عم رح تفقد حياتك ولا لا. اليوم بسألك بتقلي برجع بكررها، هيدا شو؟ مش انتحار؟ انتحار بس ما في شو بدنا نعمل؟ ما في يعني شيء ظابط بالمرة. ما عم جربت تشتغل؟ ما نوع هالشغل،